ابوك يا عبد الحليم علشان احنا بنحبك وانت بتمثل مصر. الابتعاد عن الجمل اللي الواحد يحس ان فيها تهريج زي الحاجات اللي هقول لك عليها دي، زي مش عارف ايه يا سابق يا لهو يا اختي يا اختي مش عارف ايه يا دنيا حزينه ومش عارف اقول انكوى مش عارف ايه قبلنا وبعدينا ده. الحاجات دي كانت بتتقال لما كانوا ناس بيعزوا او ماشيين ورا جنازة او بيدوروا على عيل تايه. اهي اهو ولدي كبدي عين عليها. يمكن اللي قالك انها كويسة وانها جماهيرية. ارجو الابتعاد عن الحاجات دي، انت عظيم ولازم تفضل عظيم، وانا يعجبني فيك مش بس صوتك الجميل وذكائك وعقليتك، فأرجوك تبتعد عن المعاني دي، لأن احنا لازم نرتفع لمستوى الجماهير وهم كمان نرقى بإحساسهم. ومن نجيب الصبر يا الله يداوينا اللي انكوى بالحب قبلينا يقولينا سلام.